كانت البداية عام 2016 عندما جاء الملتقى الحكومي ليحدث نقلة نوعية في عمل الحكومة وآلياتها، فقد جاء ليحدد الأهداف ومن ثم يضع الأولويات ويبتكر الأدوات التي استمدت بنات أفكارها من الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة. فالملتقى اتسقت أهدافه مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث أصبح فرصة هامة لمختلف الجهات الحكومية لتتناول على طاولته الخطوات والسياسات من خلال الطرح الجاد في معالجة كافة مسارات التنمية والتطوير عبر محاور تم اختيارها بدقة وموضوعية قد أسهمت بالفعل في تعزيز أداء القطاع العام. الملتقى استطاع أن يلخص من خلال سلسلة ورش عمل أهداف العمل الحكومي الثلاثة في المرحلة المقبلة والأدوات التي حددها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي، وهي إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، والمواصلة في دعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، والتي يتم العمل على تحقيقها عبر أربع أدوات هي تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة. الملتقى الذي سيأتي في نسخته الثالثة سيركز على عدد من المحاور التي تتناول تحويل التحديات إلى فرص تحقيقا للتطلعات بما يخدم المرحلة المقبلة، ويستمر في تطوير وتجويد الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن ومختلف القطاعات التنموية ومواصلة الجهود نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات. إن استمرار عقده هو انعكاس يجسد نهج الحكومة المستمر نحو تحقيق التنمية. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.